إن شاء الله ربنا يرجعهم بألف سلامة. الحكم الدولي كابتن جهاد جريشة سيكون حكما لمباراة النادي الأهلي وبيراميدز في كأس مصر. 150 فرد في مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر غدا. طيب نعرف بقى كل الأخبار النادي الأهلي وكل ما حدث في التدريب الأخير للنادي الأهلي من خلال زميلنا شريف شعبان. ازيك يا شريف؟ ازيك يا كابتن؟ تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهديك وكل سنه طيب. كل سنه وحضرتك طيب وكل مشاهدي قناه النادي الاهلي وكل جمهور النادي الاهلي بخير. شريف، عايزك تطمنا او تطمن الجمهور النادي الاهلي على فريق النادي الاهلي النهارده وماذا حدث في التدريب الاخير للنادي الاهلي. خليني اقول لك، التمرين كان في الخامسه مساء، ويمكن كان في قبل التمرين محاضره مع مستر لاشاركي ومدير الكوره وباقي الجهاز، كابتن محمد يوسف وكابتن سامي قمصان وكابتن طارق سليمان وباقي الجهاز. يمكن استمرت حوالي 10 دقائق اتكلموا فيها عن مباراه الغد، عن تنفيذ تعليمات المدير الفني والجهاز بحذافيرها عشان يكون الفوز من حليف النادي الاهلي. يمكن بعد هذا الاجتماع السريع اللي استمر حوالي 10 دقائق كان في تدريبات بدنيه خفيفه جدا، وبعد كده قسم الفرقه المجموعات او مجموعه الدوائر الاستلام والتسلم، وبعد كده مثل لاشارتي انفرد بمجموعه اللي هيكون ليها نصيب في مباراه الغد والبدلاء، وبدا يعمل تمارين تكتيكيه الفاولات والكور الثابته. يعني بكره شريف طبعا مش عايز اعرف ايه اللي حصل جوه التمرين، ولكن بكره من الممكن ان احنا نشوف شكل مختلف لتنفيذ الضربات الثابته؟ هتلاقي شكل مختلف بس كفايه. هتلاقي حاجات كتيرة، الراجل بيساعد أي حاجة، الجهاز بيشتغل الفترة الأخيرة إن لازم يظهر بشكل كويس في مباراة بيراميدز، إن لازم يكون الفوز طبعًا بإذن الله من نصيب النادي الأهلي، اللعيبة تنفذ كل تعليمات الجهاز الفني، مرنوا على كذا حاجة معينة، والحمد لله النهاردة كانوا بيعملوها بشكل كويس، ضربات الجزاء كمان أيضًا كان ليها نصيب الأسد النهاردة، المفرح فيها إن كان الشناوي وعلي لطفي يمكن كانوا بيتسابقوا على مين يقدر يشوط ضربات جزاء أكتر، والاثنين كانوا ماشيين في مستوى واحد، ويمكن يكون الشناوي تفوق سنه صغيره، بس بطمنك وبطمن كل جماهير النادي الاهلي، لا الفرقه النهارده وامبارح واول امبارح الفرقه مبشره، الراجل مهتم بكل صغيره وكل كبيره، على طول بيوقف التمرين كتير، مهتم بالفاول حتى لو اتنفذ بشكل مش يعني مش هو عاوز، بيوقف التمرين وبيوقف التمرين وبيأدي الفاول مره واثنين وثلاثه والكور الثابته، لا الدنيا مختلفه خالص باذن الله. باذن الله بكره هيكون ظهور جيد للاعيبه النادي الاهلي، باذن الله بكره هيكون في الفوز من نصيب النادي الاهلي باذن الله. شريف، بعد نهايه التمرين كل اللاعبين غادروا بقى، اللي راح على فندق الاقامه وبقيه اللاعبين عندهم تمرين بكره ان شاء الله. تمام، هو التمرين طبعا استمر حوالي ساعه وربع، انت عارف طبعا التمرين بقى خفيف النهارده عشان خاطر هو نسب الحمل خالص، والباقي كان بيعمل تمرين طايره بالقدم. بعد انتهاء التمرين اللي انتهى في الساعه 9 والربع يمكن اداهم حوالي ساعه الا ربع يصلوا المغرب ويتجهوا لبورد العرب في الاتوبيس، يمكن اختار 21 لاعب ممكن اقول لك سريعا: شناوي، علي لطفي، شهير، ربيعه، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف، معلول، احمد فتحي، حمدي فتحي، صالح جمعه، سوليا، حسام عاشور، محمد هاني، الشحات، رمضان صبحي، الشيخ، جيلاردو، اجاييه، ازارو، صلاح محسن، وطبعا الوافد كريت قفشه اللي كان النهارده الراجل حريص برضه ان هو يتكلم معاه كتير ويديله تعليمات كتير جدا. على جانب الاخر كان التعيين مستمر لمحمد محمود، لسعد سمير، لشريف اكرامي. اطمنك ان سعد وشريف ومحمد محمود باذن الله بتتكلم في اسبوعين ثلاثه بالكثير قوي باذن الله، وهتلاقي الثلاثه موجودين في التمرين باذن الله. انا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا شريف شعبان، طبعا مع حضراتكم على